وهولندا إلى رئيس الجمهورية إسماعيل عمر جيلي، وألقى كلمة بهذه المناسبة قائلا: سيد الرئيس، العلاقة التي تربط جيبوتي بفرنسا هي صلة وثمار تاريخي طويل مشترك لأكثر من 150 عاما، أي ما يعادل 5 أجيال. إن العلاقة الجيبوتي بفرنسا لا تقتصر على ذكريات وروايات الكتاب والمسافرين الفرنسيين الذين أبدوا إعجابهم بجمهورية جيبوتي وشعبها الذين يتمسكون باستقرار وأمان بلدهم، بل إن علاقتنا أيضا مبنية على المصلحة المشتركة التي تربطها اتفاقية شراكة في مجال الدفاع. كما توجد في جمهورية جيبوتي أكبر قاعدة عسكرية فرنسية خارج فرنسا، والقوات الفرنسية المتمركزة في جيبوتي تلعب أيضا دورا في توطيد العلاقة الثنائية والشراكة بين البلدين. إن العلاقة جيبوتي وفرنسا لا تقتصر أيضا في مجال العسكري، إنما هي شراكة متنوعة تمس كافة المجالات، كما أننا سنضاعف جهودا ثنائية لمواجهة التحديات المختلفة وأولوياتها. وأول هذه تلك التحدي هو تحدي الاقتصادي، حيث أن تبادل الاقتصادي ليست بمستوى العلاقة الاستراتيجية التي تربطنا، وعلينا أن نبذل قصارى جهدنا لتعزيز العلاقة بين البلدين في هذا المجال. Le deuxième enjeu, c'est celui de la langue française. Il nous reviendra de réfléchir conjointement à de nouveaux moyens à mettre en œuvre pour redynamiser et renforcer encore davantage l'usage à Djibouti de cette langue commune en forte croissance au niveau mondial et qui constitue votre originalité ici dans la Corne de l'Afrique. Situé dans un environnement régional complexe, Djibouti doit relever également le défi de sa stabilité. La France, comme avant elle Djibouti, a été très durement frappée par de terribles attentats. Nous avons été très sensibles au message de sympathie que vous avez adressé spontanément au président de la République, M. François Hollande. هذا وتمحورت المحادثات بين الجانبين حول العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين وسبل تطويرها. وتمنى فخامة رئيس الجمهورية للسفير الفرنسي الجديد طيب الإقامة، وتمنى له أيضا النجاح في مسيرته الدبلوماسية في بلادنا. هذا وحضر هذه المناسبة وزير المنتدب للتعاون الدولي السيد أحمد علي سيلاي. أشادت المتحدثة الرسمية كتلة الاتحاد من أجل الأغلبية الرئاسية ورئيسة حزب الاجتماعي والديمقراطي السيدة حسنة مؤمن بهدون حسن السير الاحتفالية التي أقيمت يوم الجمعة لأجل ترشيح فخامة رئيس الجمهورية إسماعيل عمر جيلي من قبل الاتحاد من أجل الأغلبية الرئاسية UMP، كما قدمت شكرها لجميع المشاركين في هذه المناسبة والمنظمين لتلك الاحتفالية. وقالت: شهدت نادي الفروسية مساء الجمعة احتفالية بمناسبة ترشيح فخامة رئيس الجمهورية إسماعيل عمر جيلي من قبل كتلة الاتحاد من أجل الأغلبية الرئاسية UMP، وشارك فيها العديد من المجتمع المدني. كما كانت هذه الاحتفالية مناسبة لتأكيد التطورات والإنجازات السوسيو الاقتصادي الذي تم تحقيقه من قبل فخامة رئيس الجمهورية، كما أن رؤساء الأحزاب المختلفة المنضوية تحت مظلة الاتحاد من أجل الأغلبية الرئاسية UMP أكدوا ارتياحهم لسياسة التي لا طالما انتهجها وينتهجها فخامة رئيس الجمهورية السيد إسماعيل عمر جيلي المرشح الرسمي للاتحاد من أجل الأغلبية الرئاسية UMP. كما أقدم شكري لجميع المشاركين
في هذه المناسبة والمنظمين لهذه الاحتفالية الكبيرة التي حظيت إعجاب الجمهور. ومن ضمن نشرتنا المحلية، عقب أداء أعضاء اللجنة الجديدة المستقلة للانتخابات الوطنية يوم أمس الأحد اليمين الدستوري في مقر لجنة انتخابات الوطنية المستقلة كل من جبة العاصمة وعرتا، أدى أعضاء اللجنة الجديدة المستقلة للانتخابات الوطنية صباح اليوم كل من منطقة علي الصبيح والدخل والتجورة إضافة إلى أبوخ، وذلك في أروقة قصر الشعب. وأدت هذه اللجنة الجديدة اليمين الدستور أمام رئيس مجلس الدستوري الجديد، وأن يحترموا الدستور وقوانين الجمهورية، وأن يؤدوا مهامهم بأمانة وإخلاص والالتزام، وأن لا يمارسوا أي أنشطة تضر باستقلال. والجدير بالذكر أن اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات ستتولى تنظيم الانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة إجراؤها في شهر إبريل القادم. وترأس هذا الحفل السيد عبد الرحمن شمسان والعميد السيد عبد الله الشروع جبريل. وفي ختام هذا الاجتماع استقبل وزير الداخلية السيد حسن عمر محمد في مكتبه رئيس اللجنة الجديدة المستقلة للانتخابات الوطنية السيد عبد إسماعيل حرسي وخمسة نواب الجدد من المناطق الداخلية، وتمنى وزير الداخلية لهؤلاء المسؤولين بقيام مهامهم على أكمل وجه. ومن ضمن نشرتنا المحلية أيضا، برئاسة السيدة حسنة بلال الحمد، عقدت اللجنة التشريعية والإدارة العامة يوم أمس الأحد في الساعة 10 صباحا في مقر الجمعية الوطنية اجتماعا مهما، وذلك لمناقشة مشروع القانون يتعلق بخطة إدارة تهيئة الأراضي الجوتية. هذا ومثل الحكومة في هذا الاجتماع أمينة الدولة المكلفة بالإسكان السيدة آمنة عبد آدم، وذلك لتمرير هذا المشروع الذي اقترحته الحكومة. ويهدف هذا المشروع إلى وضع توجيهات استراتيجية للأراضي الوطنية في الأعوام 20 القادمة، كما يندرج هذا الاجتماع في إطار رؤية المستقبلية في عام 2035. هذا وإن هذا المشروع سيتم تقييمه دوريا لكل 5 سنوات من أجل إعادة التقييم والاحتياجات المستقبلية. وقدمت أمينة الدولة للإسكان السيدة آمنة عبد آدم توضيحات للجنة المعنية لهذا المشروع وأهم المواضيع من ضمنها تنمية جيبوتي. ونستمر في الشأن المحلي، حيث أطلق صندوق الوطني للضمان الاجتماعي الأعمال البنكية لاستلام المعاشات على الأقل 100,000 في كل 3 أشهر. وبهذا الصدد فتح صندوق الوطني للضمان الاجتماعي فرعا للبنوك داخل مقر الصندوق بهدف فتح الحسابات البنكية لصالح أصحاب المعاشات. وتفقدت مديرة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي السيدة هنا فارح السوي سير عملية فتح الحسابات البنكية للمتقاعدين، والتي ستستمر حتى الأحد 17 من الشهر الجاري يناير. هذا وقامت 5 بنوك فتح فروعا تابعة لهم في مقر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لأجل تسهيل هذه العملية البنكية. ورحب المتقاعدون بهذه المبادرة القيمة التي تساعدهم في استلام معاشاتهم عن طريق البنوك. وفي مداخلة لمديرة صندوق الوطني للضمان الاجتماعي السيدة هنا فرح السوي أشارت بأن هذه العملية البنكية بدأت في العاصمة والمناطق الداخلية وبعد اتفاق للبريد الجيبوتي، وإن نتائج هذه المبادرة ستنعكس إيجابا في تسهيل أصحاب المعاشات القاطنين في المناطق الداخلية، حيث تخفف عناء السفر إلى العاصمة ومن ثم إلى مقر صندوق الوطني للضمان الاجتماعي لاستلام المعاشات. وأضافت قائلة: نحن اليوم في مرحلة جديدة من هذه الاستراتيجية التي تهدف إلى تسهيل الخدمات أفضل للمتقاعدين. في إطار الدورات التدريبية لصالح عناصر القوات المسلحة الجيبوتية لتعزيز قدراتهم، اختتم صباح اليوم في معسكر الشيخ عثمان دورة تدريبية للحصول على شهادة التقنية بالدرجة الأولى. وترأس هذا الحفل اللواء الجنرال زكريا الشيخ إبراهيم رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة. وبحضور رئيس هيئة الأركان الدفاع الجنرال عثمان نور السبكلي.
وفي ختام هذه الدورة ترأس الجنرال زكريا شاغ إبراهيم رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة بحضور رئيس هيئة الأركان الجنرال عثمان نور سبكلة إضافة إلى رؤساء هيئات المختلفة لأركان القوات المسلحة. كما حضر في هذه المناسبة الجنرال حسن علي مستشار رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة بالإضافة إلى العقيد إبراهيم ممثل الدرك الوطني. وشارك أيضا في هذه الدورة 9 متدربين. وبعد إعلان النتائج قام اللواء زكريا شاغ إبراهيم رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة بتسليم الجوائز للفائزين الأوائل في هذه الدورة. تعتبر مراكز التنمية الاجتماعية الوسيلة الأكثر تأثيرا للمجتمع ولمشاركتهم لمختلف الأنشطة، وذلك في إطار السياسة التي ينتهجها فخامة رئيس الجمهورية السيد إسماعيل عمر جيلي لتنمية الشباب. وفي هذا السدد نظمت أمانة الدولة للشباب والرياضة صباح اليوم في ناحية غورعبوس الواقعة في محافظة الدخل حفلا لتدشين مركز التنمية الاجتماعية في هذه الناحية، وذلك بحضور أمين الدولة للشباب والرياضة السيد بدول حسن بدول ورئيس الجمعية الوطنية السيد محمد علي حمد ووزير الإسكان والبيئة السيد محمد موسى إبراهيم بلالا وحاكم منطقة الدخل السيد محمد شيخو ورئيس مجلس الإقليمي عبد الرحمن يونس أري والبرلمانيين من هذه المنطقة، وبمشاركة أهالي ناحية غورعبوس الذين استقبلوا أمين الدولة للشباب والرياضة والوفد المرافق له بترحيب حار وحفاوة بالغة وأغاني ورقصات شعبية. وفي مداخلة لرئيس المجلس الإقليمي أشار أهمية مركز التنمية الاجتماعية للمجتمع وخاصة للشباب، وذلك من أجل التثقيف وتبادل الآراء والحوار، وذلك من أجل ابتعادهم من العنف والجنح. هذا وشكر حاكم منطقة الدخل أمين الدولة للشباب والرياضة على تدشين مركز التنمية الاجتماعية، وذلك استجابة لطلب أهالي ناحية غورعبوس الذين يستفيدون تدشين مركز التنمية الاجتماعية. وحن أمنا يا وفتي. وفي ختام هذه المناسبة تم تدشين رسميا مركز التنمية المجتمعية، هذا ويتكون هذا المركز من ملعب للتنس الطاولة وكرة السلة إضافة إلى كرة الطائرة وكذلك مكتبة. هذا وقدم سكان هذه الناحية الواقعة في منطقة دخيل هذه إلى أمين إذن هذا وقدم سكان هذه الناحية في منطقة دخيل هذه إلى أمين الدولة للشباب والرياضة وإلى وزير الإسكان السيد بلالا وإلى رئيس مجلس النواب. كما انتهز الوفد الذي توجه إلى هذه الناحية لتدشين هذا المركز السانحة لتفقد هذا المركز الجديد. هذا وقدم من الدولة للشباب والرياضة شكره لسكان غورعبوس على حسن استضافتهم، كما تحدث أهمية هذا المركز للشباب وسكان هذه الناحية. في إطار المساعي الرامية لتقريب الخدمات الطبية لسكان وأهالي المناطق الداخلية، توجه فريق طبي من مركز الصحي في إقليم علي صبيحة إلى ناحية جليلي، ويتألف هذا الفريق الطبيب عمر محمد فرح وممرضين وفنيين هذا المركز، وكان الهدف من هذه القافلة تقديم استشارات طبية مختلفة لسكان هذه الناحية. وتمثلت هذه الاستشارات التي تهدف محاربة سوء التغذية ومعاينة النساء الحوامل إضافة إلى تطعيم الأطفال، واستفاد من هذه المبادرة أكثر من 100 أسرة. كما تجدر الإشارة أن وزارة الصحة تقوم بتقديم الاستشارات الطبية بكل شهر لسكان المناطق الداخلية الخمسة ونواحيها.
من الأخبار المحلية إلى الأخبار الدولية، حيث أعلنت الجامعة العربية دعمها للمملكة العربية السعودية في مواجهة الأعمال العدائية والاستفزازية الإيرانية، وذلك في ختام اجتماع طارئ لوزراء الخارجية الدول الأعضاء عقد بناء على طلب السعودية. المزيد من التفاصيل نتابع التقرير التالي مع زميلة منى إلابه. أكد مجلس الوزراء الخارجي العربي في بيان أصدره في ختام الاجتماع التضامن الكامل مع السعودية في مواجهة الأعمال العدائية والاستفزازات الإيرانية ودعم جهودها في مكافحة الإرهاب ودورها في تعزيز الأمن والاستقرار والأمن في المنطقة. وأكد البيان على إدانة الاعتداءات الإيرانية على مقر البعثات الدبلوماسية السعودية. وأدان البيان تدخلات الإيرانية في شؤون دول عربية وخاصة سوريا ولبنان والعراق واليمن. وصدر البيان بإجماع الدول العربية امتناع لبنان تجاوز عنها. وأعلن وزير الخارجية السعودية عادل الجبير في جلسة الافتتاحية لاجتماع الطارئ لوزارة الخارجية جامعة الدول العربية أن المملكة تتصدى لمحاولات تدخل إيران بكل جدية وحزم، وأعلن أن هذه الاعتداءات التي تعد انتهاكا صارخا للمواثيق والأعراف الدولية تعكس سلوك إيران في المنطقة العربية ومحاولتها إثارة الطائفية وزعزعة الأمن والاستقرار بالمنطقة. وفي كلمة لطالب الأمين العام لجامعة العربية نبيل العربي بوقف في التدخلات الإيرانية في شؤون البحرين مدنيا انتهاك طهران ضد سفارة القنصلية السعودية. وعقد مجلس جامعة الدول العربية اجتماع اليوم الأحد بناء على طلب السعودية لبحث الاعتداء الإيراني على حرمة سفارة والقنصلية السعوديتان في طهران ومشهد. وكانت الجامعة العربية أدانت الاعتداء الذي تعرضت له سفارة السعودية في إيران معتبرة ذلك انتهاكا صارخا للمواثيق والأعراف الدولية. شأن الأخير من نشرتنا، انطلقت عشرات الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية باتجاه بلدة مضايا في ريف دمشق وبلدتي الفوعة وكفرية في ريح إدلب تنفيذا لبنود الاتفاق الخاص بمضايا التي تعاني حصارا خانقا منذ شهور. المزيد من التفاصيل نتابع تقرير التالي مع زميل محمد حسن هراب. إن قافلة مكونة من 21 شاحنة بدأت بالنقل 129 طنا من المواد الغذائية والطبية من ريف حما باتجاه فوعة وكفرية، كما انطلقت إلى مطايا قافلة أخرى من شاحنات بعد تعبئتها بمساعدات من مستودعات تابعة للمتحدة في حمص وطردوش. وينص الاتفاق الذي انعقد بين معارضة والنظام على دخول مساعدات إلى بلدات ثلاثة في وقت نفسه، وسيتولى الهلال الأحمر السوري نقل شاحنات موجهة لبلدتي فوعة وكفرية المؤيدتين للنظام من منطقة قلعة المطيق بريف حما. ووفق المصادر الطبية في مطايا، سجلت مراكز الطبية عدد كبير من حالات تسمم بين السكان جراء تناولهم أعشاب وأوراق شجرة. وتقول منظمة أدباء بلا حدود إن مطايا تحتاج إلى إمداد مستمر من مساعدات لا مجرد شحنة واحدة. ويعيش في مطايا نحو 35 ألف شخص، حيث تفرض قوات حزب الله والجيش النظامي السوري حصارا خانقا على منطقة. طلب الاتحاد للأطباء العرب بالتحرك الدولي لوقف ما وصفها بجريمة التي يرتكبها النظامي في مطايا، مستنكرا الصمت الدولي والعربي. إلى هنا أعزائنا المشاهدين تنتهي نشرتنا الإخبارية المخصصة لهذا المساء، قدمناها لكم من تلفزيون جوتي. تقبلوا تحياتي وتحيات الزميلة عوى عبدي وزملاء مهندسي الصوت والصورة، ونشكركم على حسن المتابعة والإصغاء، وإلى اللقاء.